ألعاب السيارات من أكثر أنواع الألعاب الإلكترونية انتشاراً، وخاصة في الهواتف الذكية، حيث توفر ألعاب السيارات التنافسية أجواء شبيهة بالأجواء التي يشعر بها سائقو السباقات على الحلبات، والتي تحتاج من اللاعب درجة عالية من التركيز والانتباه، ما يولد المزيد من الإثارة ويمنح الفوز طعمه المميز. ولكن إذا كان الاتصال ضعيفا بشبكة الإنترنت فقد يخرب هذا من تجربة القيادة الافتراضية، لذلك يفضل كثيرون التحول إلى وضعية اللعب بدون إنترنت لتجنب مثل هذه الانقطاعات في الشبكة. وحرصا من فريق عرب جي تي على أعصاب جمهورنا العزيز، قررنا أن نقدم لكم اليوم قائمة بأفضل 5 ألعاب للسيارات على الهواتف الذكية يمكنك الاستمتاع بها دون أن تكون متصلا بالإنترنت. 1. هيل كلايمب ريسينج. تبدو الرسومات بسيطة جدا في هذه اللعبة، وأقرب ما تكون إلى أفلام الرسوم المتحركة، ولكن هيل كلايم تعتبر أيضا واحدة من أكثر ألعاب السيارات شهرة على الهواتف الذكية بعدد تنزيلات يزيد على 500 مليون مرة. للاستمتاع بهذه اللعبة كل ما عليك فعله هو التحكم بدواسة البنزين والمكابح لتواصل رحلة جمع العملات والجواهر، فيما يمكنك استخدام هذه الأموال الافتراضية لشراء المزيد من القطع لسيارتك وتعديلها بحيث تستطيع قطع مسافة أكبر. 2. ولكن السر يكمن في تحقيق التوازن أثناء صعودك المرتفعات والنزول على التلال وأثناء قيامك بالقفزات البهلوانية التي تكسبك المزيد من النقاط، ولكن المهم ألا تنقلب السيارة رأسا على عقب. 3. كما تتوفر نسخة ثانية من هذه اللعبة تحمل اسم هيل كلايمب 2، وتقول شركة فينجرسوفت التي طورت اللعبة أنها أفضل وأكثر متعة من النسخة السابقة. 2. أسفلت 8. منذ أن ظهرت للمرة الأولى عام 2013 على أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس وحتى اليوم، ما زالت أسفلت إيربورن 8 تعتبر واحدة من أكثر ألعاب السيارات التي تدفع إلى الإدمان، إدمان اللعب بالطبع. 4. وتنتمي هذه اللعبة إلى مجموعة أسفلت والتي تتضمن في مجملها سباقات تنافسية على عدة مواقع من أنحاء العالم، وتطلب من اللاعبين أن يفوزوا بالسباق وينفذوا بعض المهام الجانبية والتي تمنحهم تقييما أفضل مع المزيد من النجوم. كما تشتمل الحلبات على عدد من المنصات التي يمكن للاعبين استخدامها لإجراء قفزات بهلوانية. وفي الحقيقة فإن هذه اللعبة ممتعة جدا، وخاصة مع الرسومات عالية الدقة والمراحل التي لا تنتهي. 3. ترافيك ريسر. حسنا عزيزي المشاهد، هذه ليست لعبة سباقات بالمعنى التقليدي، ولكنها بالتأكيد ليست أقل متعة من أي من ألعاب السيارات التي نقدمها لك على قائمتنا اليوم. وإذا قررت تنزيل هذه اللعبة على جهازك الذكي فيمكنك قيادة سيارتك على الطريق السريع متجاوزا عن السيارات الأبطأ، وعندما تجني المزيد من الأموال الافتراضية يمكنك تعديل السيارة وشراء سيارات جديدة لتقودها على واحدة من الطرق الخمسة التي توفرها اللعبة، وفي أحوال جوية مختلفة في الليل أو في النهار. ومن الجدير بالذكر أن هذه اللعبة ظهرت للمرة الأولى عام 2012 قبل أن تحتل مكانتها المميزة في نادي 100 مليون الحصري. Extreme Car Driving Simulator. تم إطلاق هذه اللعبة عام 2014 وتعتبر واحدة من أفضل التطبيقات لمحاكاة قيادة السيارات وأقربها إلى الواقع، حيث يمكنك قيادة السيارة التي تختارها سواء كانت سيارة خارقة أو مركبة بيكاب في استكشاف المدينة والسير على طرقها المختلفة خلال حركة السير. كما يمكنك أيضا الخروج من المدينة إلى البر لتجربة قيادة سيارتك على الطرق الجبلية الوعرة فوق الصخور وبين الأشجار.
وإذا استمررت في اللعب لفترة طويلة فستجد أن الظلام قد هبط لتبدأ مغامرة جديدة من القيادة الليلية. وكلما سرت لمسافة أطول فستتوفر أمامك المزيد من السيارات للاختيار من بينها. 5. Drag Racing. تعتبر الدراج ريس مثالا نموذجيا لألعاب سباقات السيارات، حيث يمكن للاعبين أن يعدلوا سياراتهم كما يريدون لينافسوا بها في سباقات التسارع. وعند الفوز في السباقات يحصل اللاعبون على المزيد من الأموال ليطوروا سياراتهم. وعند توفر الإنترنت يمكن اختيار وضعية عدة لاعبين تنافسية في هذه اللعبة. وفيما ظهرت اللعبة عام 2011 حيث تم تصنيفها كواحدة من أفضل الألعاب وفقا لمجلة نيويورك تايمز، إلا أنها ما زالت واحدة من أكثر ألعاب السيارات انتشارا بين مستخدمي الهواتف الذكية وحتى اليوم. كانت هذه قائمتنا عزيز المشاهد لأفضل 5 ألعاب سيارات على الهواتف الذكية تعمل بدون الاتصال بالإنترنت. إذا كان لديك لعبة مفضلة ولم نوردها على القائمة لا تتردد في إخبارنا عنها في الخانة المخصصة للتعليقات في الأسفل. إذا أعجبتك الحلقة فلا تنسى مشاركتها مع أصدقائك واشترك في قناة عرب جي تي ليصلك كل جديد وممتع في عالم السيارات.